مع تزايد العمليات الإرهابية على الحشد الشعبي في جرف الناصر شمال محافظة بابل لاحتوائها على العديد من الخلايا الإرهابية، تتصاعد الأصوات الشعبية من أجل القضاء عليها ومعالجتها لانعكاسها السلبي على أمن وسلامة المواطنين في هذه المناطق. الزميل زيد الشهاب والتفاصيل. انتهاء عمليات التحرير في المناطق التي استولت عليها داعش الإرهابي، ظهرت جهود الحشد الشعبي بتأمينها، حيث تعتبر بعض المناطق خطيرة للغاية بسبب تواجد بعض الخلايا الإرهابية التي تتعرض على القطاعات العسكرية المتواجدة هناك بين الحين والآخر. معلوم لدى الجميع أنه محور شمال بابل هو الخط المكان الساخن في حواضن لتنظيم داعش الإرهابي، حيث يتواجد لدينا من الحشد أكثر من 15,000 مقاتل في هذه المناطق، باعتبار أنه هذا الطريق هو مرور زوار الحسين وزوار أمير المؤمنين عليه السلام في 28 صفر. حقيقة هذه الأيام يشهد البلد عموما في تصعيد أمني غير مسبوق حقيقة، وهذه الأيام تتزامن مع قروب الانتخابات، وقت حقيقة حرج يتزامن أربعينية الحسين مع الانتخابات. جهود كبيرة تبذلها هيئة الحشد الشعبي في مختلف الواجبات التي تقوم بها، سواء كانت في معارك التحرير أو في مسك الأراضي التي تقع تحت سيطرتها وصد التعرضات المستمرة من قبل الإرهابيين، مما جعل الشارع العراقي يزداد ثقة بالقوات الأمنية وبتأمين حمايته. منطقة شمال بابل من المناطق الساخنة في محافظة بابل، كون وجود خلايا إرهابية نائمة تعمل هذه الخلايا على تنشيطها من فترة إلى أخرى. دور الحشد الشعبي كان مميز، أخذ على عاتقه مسك الأرض من بغداد إلى كربلاء وأيضا صحراء النخيب، وهذه المناطق كلها الساخنة كان الحشد الشعبي له دور مميز في توفير الحماية. تعرفون أنتم منطقة شمال بابل لا زالت كانت ولا زالت أيضا تعرضات مستمرة، هذه التعرضات راح ضحيتها أبطال شهداء من الحشد الشعبي، ولكن بهمة الغيارة وبوجود أبطال الحشد الحمد لله والشكر هذه المناطق أصبحت آمنة رغم هفوات بسيطة. هذه ما تعتبر أنه خرق أمني. الخلايا النائمة تحاول بين فترة وفترة أن تعمل أو تريد تثبت وجودها من خلال هذه المحاولات البائسة، لكن أبطال الحشد وفضل الله موجودين ويكونون على أهبة الاستعداد في أي لحظة لرد أي تعرض أو أي تهديد يهدد مصير محافظة بابل مصير البلد. مناطق تشهد خطورة كبيرة وموقع حيوي يطل على العديد من المحافظات، إلا أن الحشد الشعبي مستمر بتأمينها. سيد الشهيب الرابعة، بابل.